Però bene. Sì. Un po' di acqua. Questo è il baby. Da che smo aho. Da el belganin il bido da. Dirgli. Poi reglo quella. Hasan non mi sta dal mora che fatat? لا بالعكس ده المرة دي ما شاء الله أوضح كتير من المرة اللي فاتت. أوضح بالنسبة لي يعني أنا كل اللي أنا عايزاه عرفته. عمود الفقري مكتمل، رجلي عظمه نوعه لعظمة الفخذ اهي. دي المشيمة شعره لتحت لسه شوية بقى هترتفع مع الوقت. طويل زي أبوه ولا قصير؟ لا ما شاء الله طويلة زي باباها، طويلة. لأن رجلينا هي ما شاء الله ممدودة وحلوة. يا بنت؟ يعني غالبا بنسبة 70% بنت، لكن احنا دلوقتي 17 أسبوع ولا 18 أسبوع، فيعتبر لسه مش أكيد، ما أقدرش أقول 100% قبل 23 أسبوع، لكن هو دلوقتي واضحة إنها بنت. هو قافل رجليه؟ أو قافلة؟ لا مش قافلة رجليها، فاتحة رجليها هي وباينة إنها بنوتة، ورجليها ما شاء الله جميلة وحلوة وطويلة أهي. دي بطنها طويلة زي ما مش هلاقي لها عرسين. بس هي المعلومة هتتأكد إن شاء الله على 23 أسبوع. بس هي البنت بتتحرك في الرابع يا دكتورة؟ عادي ما شاء الله بتتحرك في 10 أسابيع كمان. كمان مش خلاص اتكونت. الولد هو اللي بيتحرك. لا الولد بيتحرك قبل البنت. لا لا إحساسها هي بالحركة اللي بيتغير، لكن هو في بطن الأم بيتحرك على طول من أول ما أهي. ده الوش، دي الملامح أهي، دي العين، البق. أمورة زي ما نسيت حاجة. احنا ممكن لو نكشناها كمان كده تتحرك أكتر. ده وشها دي ولا ايه؟ ده راسها وجسمها قلبها. ده شعر ولا ملهاش؟ ملهاش. ملهاش شعر؟ قرأت يا بابا. خايف على يا ماما لسه 6 و7 و8 و9 يطلع لها في 4 شهور يعني. طلعتش ليه؟ ليه شعرات دي؟ ولا لخالتها؟ هاي بيبي كله تمام الحمد لله، الامور كويسه قوي، الميه حوالين الجنين كويسه، نزلها كويس يا دكتوره؟ اه الحمد لله، مقاساتها كلها ماشيه مع بعض، الرجل مع البطن مع الراس، بس المشيمه لسه لتحت، ومجرد ما الرحم بيكبر بترتفع، بس الامور تمام الحمد لله، مفيش اي مشاكل ما شاء الله. ده اتحركت راسها شويه. ايه؟ صح صح بقى كده وتحركي، اعملي لهم شقلباظات قاعدين يتفرجوا عليكي. الامور تانية. نصور لكم صورة كده بالطول. المرة فاتت كانت بتتحرك اكتر. كانت بتحط انت عشان مش بتشوفها كتير. لا لا اصل انا شفنا ما بتحط ايديها في بقها و اهي انا في حاجة تتفرج. ده رجلها دي؟ اه شكلها كلبصة. انا شايفاها كده بقى. حركة دي رجليها حركة. دي ايدها اللي فوق. انا قلت لكم باي باي. خلاص ما حبيتش تكسفكم. لقيت باباها بيقول ما بتتحركش وعملت لك باي باي. رجليها كانت بتتحرك. اهي ايدها دي اللي رفعها لفوق. عمالة تعمل. شكرا يا حبيبتي، باي باي. انت تيجي.